مع اقتراب عيد الأضحى، العيد الكبير، فلان الفلاني بإذن الله ربنا يا رب يكتب له ويوسع عليه كده ويعمل بقى إيه، يشتري يطلع بقى خروف جدي حاجة كده، عجل لطيف، جمل، زي ما يطلع كل واحد بقى على قد ساعته. بس خد بالك وانت بتشتري، ليه؟ لأنه في لحوم أو في بعض من هذه الماشية والحيوانات ورؤوس الأغنام تتغذى على المخلفات، فلما تيجي تختار، بص الصورة دي جد مش هزار، وأظن كتير مننا شافوها يعني في الحقيقة، لازم تختار بالمظبوط وتختار الحيوان السليم والآمن وتروح لشخص مؤتمن. خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور خالد سلام، أستاذ صحة وسلامة وتكنولوجيا اللحوم ورئيس قسم صحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم معالي. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام يا فندم. دكتور، ممكن أبقى وأنا بشتري هتبقى الأول مرة ليا مثلا أن أنا أضحي السنة دي، فما عنديش حد أنا أقول والله ده أنا عارفه من سنين فضامن الحاجة اللي عنده، لو أنا جيت عايز أكشف على أنا كراجل عادي خالص على الأضحية بتاعتي قبل ما اشتريها وادفع فلوسها واقدمها ضحيه باذن الله، اعمل ايه؟ هو معليك طبعا ممكن ناخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوه لينا، حينما اراد ان يضحي ضحى بكبشين املحين اقرنين. اوكي. فالكبشين معناهم ان هو له رباعيه من الاسنان، يعني عمرهم سنتين فاكثر. وكلمة أملحين كان معليك حالا بتتكلم عن الانتقاء، تنتقي الجيدة من الذبائح ذات الشكل التي تطر العين. أيوه. أما وإن ذلك لم يتحقق إذا كانت الذبيحة بها من الذبول أو الهزال، فهذا يعني أنها لم تلقى العناية اللازمة من حيث التغذية والإراحة اللازمة والرفاهية المطلوبة للحيوان والتي يجب أن يكون عليها قبل ذبح. معاك يا دكتور. فالاختيار بالعين، يعني العين نختار الذبيحة التي تسر العين، ليس بها من الذبول ما تبقاش ضعيفة ولا هزيلة ولا تعبانة كده. تطرقت لموضوع الحيوانات التي تأكل الفضلات أو من القمامة، ده بيبقى غالبا للخراف والماعز. أيوة. أما الحيوانات الكبيرة مثل البقر والإبل فبتنأى بنفسها عن هذه المخلفات، وإنه ليس من الرحمة ولا من المروءة أن يقوم بعض أصحاب الأنفس الضعيفة بإطعام هذه الحيوانات على هذه المخلفات. طبعا ده بيضر الروح. حرام يعني. يا فندم، ومن الطبيعي ان هي بتبقى ترعى على المحاصيل الطبيعيه وتلقى من الاعلاف الجيده، مما يؤدي الى يعني تمتعها بالصحه والسلامه والجوده، والجوده في اللحوم وهي التي نركز عليها هنا. اما وان بعض الانفس الضعيفه تاتي بهذه الحيوانات وخاصه قبل او قبيل عيد الاضحى وتتركها ترعى، لا اقول هنا ترعى بقى، واترك ويتركها تاكل من الزباله او من المخلفات. أيوه. فهو امر من الخطوره بمكان، وهنا لا اريد ان يعني لا اريد ان التهويل او التقليل. ايوه. فهذه المخلفات قد يكون بها أو يكون بها فعلا بقايا الطعام المتعفن. صح. وبقايا الخبز المتعفن الذي نما عليه العفن، ومن ثم يكون عرضة لهذا الأكل الذي يتناول الحيوان أن يكون محتوى على سموم فطري. صح. وهي أخطر ما يكون هنا في هذه الحالة، لأن إحنا بالطهي هذه السموم الفطرية لا تتكسر بالحراره، يعني يمكن ان احنا يعني الغليان لا يقضي الا او لا يزيل الا 50% من السموم الفطريه لانها تبقى يعني ثابته بالحراره.
وهنا يجب يعني إذا كان هناك فرصة للمشتري الأضحية أن يدعها لفترة يعني أسبوع أو أكثر ترعى من الأكل النظيف حتى يعني تتخلص من بعض هذه السموم، فهذا من الأفضل. صحيح، وبالتالي خلينا نبعد عن هذه الحيوانات، وبالذات الناس بقى اللي ماشي بايع سريح كده، ده بيبقى شيء مقلق بالنسبه لي انا على الاقل. انا بشكرك جدا يا دكتور خالد، نورتنا وشرفتنا بسماع صوتك وبهذه النصائح. كل الشكر للدكتور خالد سلام، استاذ صحه وسلامه وتكنولوجيا اللحوم بجامعه المنصوره، كليه الطب البيطري جامعه المنصوره.